صباح النور مشاهدينا، وأهلا بكم جميعا في مشوار متجدد من برنامج بصراحة. مشاهدينا، تندرج مسألة تدني نوعية الهواء والماء ضمن المخاطر البيئية الرئيسية التي تؤثر على الصحة في كل أنحاء العالم، كما تمثل الفيضانات ونوبات الجفاف والعواصف وموجات الحر أكثر الأخطار الطبيعية حدوثا، وقد تسببت في قرابة 90% من أسوأ 1000 كارثة منذ عام 1990. وتعقب هذه الأخطار والكوارث آثار اقتصادية واجتماعية صحية ونفسية في حالة تكرارها، بالإضافة إلى ضياع المساكن وتلف المحاصيل الزراعية وتفاقم سوء التغذية وعدم القدرة على بناء الحياة من جديد. ولتجاوز هذه الإكراهات اعتمدت دول العالم اتفاقا دوليا يدعى إطار سونداي للحد من مخاطر الكوارث لفترة ما بين 2015-2030 في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث، الذي انعقد في مارس 2015 في مدينة سونداي باليابان. وحتى نتمكن من بسط هذا الملف للنقاش، سيما وأن بعض المدن المغربية عرفت مؤخرا عدة مخاطر وأخطار بيئية، يسعدنا في برنامج بصراحة نخصص هذه الحلقة لهذا الموضوع. فللحديث والنقاش يسعدني أن نرحب معنا بالأستاذ عادل أسلمان، رئيس مختبر البصريات والضوئيات بجامعة عبد الملك السعدي ورئيس مركز البحر الأبيض المتوسط للبيئة والتنمية. صباح النور أستاذ أسلمان. صباح الخير، مرحبا بك معنا في برنامج بصراحة. نعم، الترحاب يتجدد أيضا بالأستاذ سعيد شكري، الخبير الدولي في القضايا البيئية والتنمية المستدامة ومستشار البرنامج. صباح النور أستاذ سعيد. أهلا بك الأستاذة خديجة، وأهلا بجميع المشاهدات والمشاهدين وأيضا المستمعات والمستمعين. أخت خديجة، مرحبا أستاذ سعيد. طيب في البداية أستاذ شكري، ربما أحاول أن ألقي الضوء في هذه الحلقة على أولويات العمل في إطار سونداي، كيف يساهم من الحد في يعني ربما الحد من هذه المخاطر البيئية والطبيعية بالمدن التي يعني يعرفها العالم جميعا. أكيد الأخت خديجة، وأنت تكلمتي على إطار سونداي وهو إطار عالمي، ربما اليوم إذا كنا كنشوفوا شكون الإطار الذي ينظم هذه المسألة ديال المخاطر الطبيعية على المستوى العالمي كنلقاو سونداي. وربما ملي تكلمتي على 2015، ف 2015 شهدت عدة اتفاقيات، ولكن مع الأسف هذا الإطار هذا ديال سونداي هو ضمن الاتفاقيات اللي غير معروف. وربما كنعرفوا الاتفاق ديال المناخ ديال باريس، كنعرفوا الاتفاق ديال أهداف التنمية المستدامة، ولكن هذا الاتفاق مهم جدا. علاش مهم؟ لأنه هو الذي يؤطر إلى كيفية تدبير هذا الملف اللي هو مهم جدا، والذي يؤثر على الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، الجانب البيئي. دعني أذكرك بأنه هو إطار صحيح إطار عالمي، ولكن غير ملزم وهو طوعي، ولكن يحمل أيضا الدول لاتخاذ إجراءات مهمة جدا. إذا اليوم بغينا نتكلم عن الأولويات، وبالتالي هو كانت عنده 4 ديال الأولويات عامة، وهي الفهم أولا ديال هذا الملف ديال الكوارث، لأنه غالبا الفهم ديال المخاطر وديال الأخطار الناتجة عن سواء الكوارث الطبيعية أو الناتجة عن تدخل الإنسان، إذا هذا الفهم هو مهم جدا. وبعد الفهم بطبيعة الحال هناك يعني تبني حكامة معينة من أجل تدبير هذا الملف، ولعل تدخل الأطراف هي جانب مهم في هذه الحكامة. ولكن ربما الأولوية الثالثة هي مسألة الاستثمار في هذه النقطة، لأن لا يمكن أن ندبر هذه الإشكاليات ديال المخاطر دون أننا يعني نركز على القضية ديال الاستثمار، واستثمار بشكل كبير في البنية التحتية، أيضا في سلامة الأشخاص. لماذا؟ لأن يعني الأولوية الرابعة وهو التدخل، ماشي التدخل الأخت خديجة من أجل إصلاح ما وقع،
ولكن من أجل أننا تكون عندنا نظرة استباقية لما سيقع واتخاذ التدابير الأساسية. ربما الأهداف ديالو السبعة ربما رجعوا لها الأخت خديجة في النقاش، ولكن هو إطار عالمي هو الذي ينظم هذا الملف ديال المخاطر. وانت تكلمتي واحد النقطة إلا سمحتي الأخت خديجة، وهذه مناسبة لنعزي الأسر وخاصة في الكارثة ديال مدينة طنجة، وأيضا يعني ما حدث في مدينة طنجة ربما هو جزء من هذا النقاش ديالنا اليوم. فعلا هو صلب هذا النقاش صح التعبير أستاذ سعيد شكري. أستاذ عادل أسلمان، يعني على المستوى العالمي هل يمكن أن نصنف هذه المخاطر البيئية، وما هي مختلف هذه الأخطار من وجهة نظرك؟ شكرا على الاستضافة في برنامجكم. مرحبا ومرحبا بالمشاهدين الكرام. السؤال ديالكم يمكن لنا نقسمه إلى قسمين. هنا نوعين من المخاطر، هناك المخاطر الطبيعية وهي التي تنتج عن التحولات الطبيعية لما فيهاش تدخل الإنسان، وهذه المخاطر هذه يمكن تكون مفاجئة، وهذا هو المشكل. المخاطر الطبيعية يمكن تكون مفاجئة، لكن كاين مخاطر أخرى يمكن تكون بطيئة كما التصحر. المفاجئة وهي فيضانات مؤخرا، شفنا مؤخرا الفيضانات والزلازل ومجموعة من الأشياء اللي ما يمكنش الإنسان يترقبها. كاين إمكانيات المراقبة، ولكن هذه الإمكانيات ما كتعطيش الوقت الكافي للإنسان باش يحافظ على راسه. نعم. ولكن بتطور التكنولوجيا كرأينا بعد كنا نتغلبوا على مجموعة من هذه المخاطر وهذه الأخطار وهذه الكوارث، كما هو الحال بالنسبة للعواصف. العواصف ما كنتحكموا فيها مزيان وكنشوفوها على مدة أيام مجة وكنعرفوها في ميلاد دوز اكسترا. المسائل هذه لاحظناها، ولكن بالنسبة للزلازل والفيضانات نعم للأسف لا يمكن. النوع الثاني هو النوع مرتبط بتلوث البيئة والتدخل الإنسان. تمام. وهذا النوع مرتبط بتدخل الإنسان كما قلت، والتلوث هنا كيدخل تلوث البيئة كتلوث الهواء. كنعيشوا في المنطقة ولا سيما في تطوان وفي طنجة المطارح التي هي عشوائية نوعا ما وموجودة داخل التراب داخل المدينة تقريبا. كان هناك كذلك استخدام المواد السامة، هذا يؤدي إلى مخاطر كبيرة تماما موقع في بعض المدن كتولوز التي تم انفجار معمل وأدى إلى كارثة في المدينة لم نكن نتوقعها. طيب هذا تصنيف اللي هو كان عالمي، مشكورا عليه أستاذ عادل أسلمان، ولكن دعني اللحظة أنتقل للاستراتيجية الوطنية بالمغرب. أستاذ سعيد شكري، ما هي المحاور التي ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية بالمغرب لتدبير هذه الكوارث والمخاطر البيئية والطبيعية؟ في البداية دعني أقول لك بأن صحيح أن المغرب الآن عنده استراتيجية وأيضا عنده صناديق، خاصة صناديق ديال هذه الآفات ديال هذه الكوارث الطبيعية وديال هذه المخاطر. لعل أول صندوق على ذاكرتي هو 1993 كان أول صندوق، ولكن أنا أعتقد أنه في 2008 بتعاون مع منظمات دولية المغرب على الأقل وضع واحد الرؤية أولية من أجل فعلا تدبير هذا الملف ديال المخاطر. لعل المحاور اللي ركزت عليها واحد الدراسة ودراسة كانت مهمة جدا هي اليوم اللي كتشتغل عليها في إطار الاستراتيجية ديال المغرب. دعني أقول لك ثلاثة ديال المحاور أساسية. ربما المحور الأول هو التدبير المؤسساتي، هذاك اللي قلنا احنا في إطار سينداي، هذه القضية ديال الحكامة. لأن اليوم باش نكونوا واضحين أن هذا الملف لا يمكن أن يدبر من طرف قطاع واحد. بالتالي هنا هذه المسألة ديال تقاطع المؤسسات وتداخل أيضا المتدخلين والتنسيق مع المتدخلين أصبح أمر
مهم جدا من أجل فعلا وضع استراتيجية مندمجة للمخاطر. أيضا وربما اليوم بدينا كنوقفوا عليها أننا ما يمكنناش ندبروا هذه المخاطر في غياب منظومة معلوماتية. ربما تكلم الأخ أسلمان على القضية ديال الإنذار والإنذار المبكر، وأيضا هذه المنظومة المعلوماتية مهمة جدا. دونك هذا التدبير المؤسساتي كان أساسي جدا. أستاذ شكري عفوا على المقطعة فضلا منك، يعني ذكرت هذه الإنذار مثلا مثل الكارثة التي حصلت مؤخرا، كيف سيكون هذا الإنذار؟ يعني ما هو الإنذار الذي يلائم هكذا يعني ربما مخاطر أو فيضانات اللي ربما أودت بحياة الكثيرين؟ أستاذ شكري، هو راه كان إنذار من طرف يعني المصلحة الجوية، راه كان إنذار، ولكن إلى أي حد المواطنين يأخذون بعين الاعتبار أن هذا الإنذار يعني جدي في الحقيقة؟ وما هي السلامة؟ وهذا هو إشكال آخر هذا الأخت خديجة، دخلنا هذا الملف، شنو هي السلامة التي يمكن أن نوفرها داخل بعض الأماكن التي ربما خصها تكون مواقع فيها خطر؟ لأنه ربما من بين الأشياء اللي في استراتيجية هو تحديد المواقع ديال الخطر وتكون معروفة في المدن. مع الأسف هاد الخرائط، خصنا نكونوا خرائط ديال المخاطر، كل منطقة تعتبر نقطة هي خطر على صحيح. الساكنة وخطر على أيضا المدينة. ربما هاد النقطة التي حدث فيها مدينة طنجرة كل شيء كيعرف بأن راه تقريبا مجرى ديال واد السواني، وكل شيء اللي كيعرف شوية الذاكرة يعرف بأن هذاك المجرى راه كان دائما تقريبا من أكبر المجاري ديال الوديان على مستوى مدينة طنجرة. اليوم ما يمكنش يمشي هذاك المجرى في جرة قلم أو في تخطيط غير مندمج، لأن الماء له ذاكرة. القضية ديال المخاطر الأخت خديجة يجب الاستعداد لها، فلهذا الماء له ذاكرة. فلهذا هذه المسألة المحور الثاني الأخت خديجة، شنو هي التدابير الوقائية؟ الوقائية من أجل التخفيف، لأن هنا كاين الوقاية، لأن ربما تكلم عليها سي أسلمان، هناك المخاطر ولكن هناك الأخطار، وبالتالي كيفاش يمكن فعلا تكون عندنا ديك الاستباقيه بان ماشي ندبروا ما وقع ولكن نحاول نخفوا ما سيقع. جيد. المحور الثالث الاخت خديجه ديال الاستراتيجيه هو ايضا هذا التامين ديال هذه المخاطر، واليوم سمعنا بدنا كنسمعوا ان هناك تامين حول هذه المخاطر، وخاصه جيد. مثلا بحال الجفاف وتامين على بعض الفيضانات، ربما هذه من ميل الامور اللي غادي نناقشوها. دعني ادخل يعني نسبيا ميدانيا مع الاستاذ عادل اسلمان من خلال تجربتك الميدانيه، ما هي اهم المخاطر البيئيه دعنا نقول والطبيعيه التي تعاني منها الساكنه المحليه، وما هي أسبابها؟ غادي نتطرق في هذا السؤال على المحلي، ما هو محلي، وأعني به الجهة ديالنا، الجهة طنجة تطوان الحسيمة، وطنجة وتطوان، وكذلك سنتكلم مع الحسيمة. المخاطر الرئيسية اللي كتعيش الساكنة في هذه المنطقة وهي فيضانات بالنسبة لطنجة وتطوان، لأنهم موجودين في بعض في أماكن ساحلية وقرب أودية، ولكن هناك كذلك مخاطر مثل الزلزال في الحسيمة. إذا تذكرنا أن إحنا هاد الكوارث الفيضانات كنعيشوها في المنطقة ديالنا منذ سنين، ونتذكر في سنة 2000 الفيضانات التي وقعت في تطوان مثلا، وغطت منطقة كبيرة منها كلية العلوم، احنا عشنا هذه الفاجعة، وذهب ضحيتها مجموعة من المعدات التي كانت قيمتها عالية جدا. أما بالنسبة للزلازل أما بالنسبة للمخاطر الأخرى، هناك الزلازل والحرائق وانجرافات التربة، كاين مخاطر انجرافات التربة في الطرق المؤدية بين تطوان والحسيمة مثلا في الساحلية، دائما تنقطع.
هذه المخاطر البيئية أو هذه الكوارث أستاذ سليمان ليس فقط يعني ربما لها مواصفات محلية تخص منطقة معينة، وإنما ممكن أن تتقاطع مع مناطق أخرى مثلا في العالم، وليس فقط غير في جهة معينة على ما أعتقد. نعم أنا حاولت أتكلم عن منطقتنا، ولكن المخاطر هذه موجودة بحدة كفيضانات، موجودة بحدة في جنوب فرنسا، ولنا شراكة مع جهة باكا واشتغلنا في هذا الموضوع واكتسبنا خبرة معهم وتجربة، ولهذا هذه المخاطر هي عالمية والناس تنسى، هناك النسيان من طرف الإنسان، ينسى أن الماء يصل إلى جهة ويبني في تلك الجهة وتقع الكارثة. هذا يقع كذلك في أوروبا وفي فرنسا، ورأيناه بأعيننا في منطقة أفينيون، زرناها فيها. نعم. بالنسبة لنا المخاطر اللي كنعيشوها هي الزلزال في الحسيمة، وحتى في المنطقة اللي رحنا كنعيشوا هذا المخاطر هذا، والفيضانات اللي احنا دابا خدينا واحد التجربة فيهم بالنسبة للفيضانات. وإذا لاحظتوا لابد من التعريف والتحسيس، لأن شفت واحد مقطع في الفيديو فيضان في الواد في الجنوب والبنت كتلعب الكرة وكيشوفوا الماماجي وما كيتفرجوا ويضحكوا ومشاو كاملين، كانت فاجعه في المنطقه، وهذا ناتج عن عدم الالمام بالموضوع وعدم إدراك المخاطر. يعني إحنا نفتقد لي ربما إدراك المخاطر، وهذا ربما يجب أن نشتغل عليه سواء إعلاميا أو حتى يعني في الجامعات وفي المدارس مؤسسات التعليمية. يعني هذه مسألة هي مهمة جدا، إدراك المخاطر. طيب أستاذ سعيد الشكري، ما هي الأهم الإشكالات والإكراهات التي تخص أو تحول دون تدبير جيد وحكيم لهذه المخاطر على المستوى المحلي والوطني؟ وانتم ذكرتها أنت والأستاذ أسلمان، من بين الإشكالات والإكراهات الكبرى هو عدم الإدراك. فلهذا الى جيتي تشوف مثلا الاطار ديال صنداي، الاولويه ديالو هي الفهم ديال الكوارث، لان الا ما فهمناش وعرفناش التاثيرات ديالها والاخطار ديالها ما عمرنا غادي نحاولوا ناخذوا الاحتياطات اللازمه والوقايه منها. انا اعتقد ان اول اشكال ولا اول اكراه هو اكراه ديال التوعيه بالاهميه ديال هذه النقطه دي. الاشكال الثاني الاخت خديجه، دائما هذا الملف هو يدبر بشكل قطاعي. اليوم اللي كتوقع شي فاجعة في كنفكروا في بعض المصالح خاصة الوقاية المدنية، ولكن راه ما كاينش واحد، يعني الا بغينا نسمي واحد الجهاز ولا واحد التنسيق خاص على المستوى المدن. وربما انت تكلمتي بان هذه المخاطر على المستوى المدن، ويكون على شكل خطة ولا على شكل برنامج عمل خاص بهذه تدبير هذا الملف هذا، او على المستوى الوطني، لان ربما كاين اجتهادات، ولكن الى اي حد كاين تنسيق بين القطاعات؟ لان ملي كنتكلموا على كوارث بعض المرات قطاعات مختلفة. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني الأخت خديجة والإكراه الثاني اللي أعتقد أنه مهم جدا، هو أنه دائما نوجه الاستراتيجيات دائما نحو إدارة الأزمات، ولا نعمل على التفكير القبلي يعني الإعداد القبلي والتصورات القبلية من أجل فعلا تفادي هذه المخاطر. احنا دائما ندبر هذه الازمات، ولعل تدبير هذه الازمات هو اللي كيشكل بعض المرات اننا ما كنركزوش على الجانب، ما كنديروش ديك المساله الاستباقيه. ربما الا فكرنا اليوم في اطار استراتيجيه مندمجه، فلذا علاش خصنا ضروري يكون استراتيجيه مندمجه تدخل جميع الفاعلين. ربما بالاكراهات ان الفاعلين اليوم احنا كنتكلموا على الكارثه ديال طنجة، كل واحد كيلقي باللوم ديالو على الجهه الاخرى، ولكن صحيح في الحق راه كاين مسؤول في اعتبار ان هذاك المكان اللي وقع فيه في طنجة، صحيح ان ما وقع في طنجة هو مساله تخطيط، هو مسألة تدبير، هو مسألة وعي، هو مسألة يعني راه متشابكة فيها الأمور، وهذا التدخل هذا ربما تعطينا دروس من أجل تفادي مثل هذه الإشكالات. طيب، وأن يكون تنسيق أكثر وخاصة مع الفاعلين. أستاذ سعيد شكري، قبل ما ننتقل أستاذ عادل، فيما يتعلق بهذه التأثيرات اللي هي ربما كتقيس الاجتماعي الاقتصادي البيئي، ما هي هذه التأثيرات بعجالة لو سمحت؟
ربما الأخ أسلمان تكلم على التأثيرات البيئية. أنا أعتقد الأولوية الأولويات اليوم وخاصة التأثيرات البيئية هي قضية التأثيرات التغيرات المناخية، وناقشنا عدة مرات لأن التأثيرات المناخية مرتبطة بعدة، لأن لماذا نركز على التغيرات المناخية؟ لأن التغيرات المناخية فيها يعني ارتباط بعدة مواضيع، نتكلم على تلوث الهواء، نتكلم على إشكالية الماء، نتكلم أيضا على يعني ما هو صحي ربما صحة الإنسان. إلا جينا غير تلوث الهواء الأخت خديجة، كتعرف شحال 1,700,000 ولا حوالي 2,000,000 نسبة تموت من جراء تقريبا هذا تلوث الهواء. إلى أي حد فعلا عندنا استراتيجية تقينا من تلوث الهواء؟ ربما هذه كلها تأثيرات، ضف على ذلك التأثيرات النفسية الأخت خديجة. صحيح. ملي كتوقع واحد الفاجعة، راه ما كنفكروش في الفاجعه النفسيه. اليوم دائما كنرجعوا لطنجه، الفاجعه التي حدثت والجانب النفسي الذي تعاني منه الاسر وايضا تعاني منه معاشات منه، راه تاثيرات قويه جدا. نعم صحيح الاخت خديجه، هذه تاثيرات كلها ربما ما كنردوش لها البال. حنا كنردوا البال غير التاثيرات الماديه، ولكن راه شتي التغيرات المناخيه، التاثيرات النفسيه ديال التغيرات المناخيه حتى في يعني فعالية العمل. راه ملي تكون الحرارة كثيرة، هل يمكن للإنسان أن يشتغل بأريحية؟ صحيح فعلا. طيب أستاذ عادل أسلمان، يعني في ختام هذه الحلقة أود أن نعرج على الطرق والسبل الكفيلة للحد من هذه الكوارث الطبيعية في عجالة، لو سمحت في دقيقة هي المتبقية. الطرق، أهم الطرق هي التحسيس للتغلب على هذه المخاطر هي التحسيس. تمام. التحسيس والتكوين. بالنسبة للتحسيس، هناك إشراك المجتمع المدني، ولا بد أن نشرك المجتمع المدني. والطرق لها استاذ سعيد شكري ووضحها، وكذلك التكوين. وفي التكوين الجامعات تلعب دور مهم في هذه الناحية. هناك تكوينات ماستر مثلا ريسك سيكوريتي انفيرونمون، مثلا ريسك سيكوريتي انفيرونمون، مي كنتكلموا على السيكوريتي هي تدبير المخاطر. نعم. تدبير المخاطر كذلك. اذا مثلا هذا الصندوق لما لا أن يساعد كذلك هذا الجانب. عفوا أستاذ عادل أسلمان، الوقت أدركنا، انتهى الحيز الزمني المخصص لهذا النقاش في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك الأستاذ عادل أسلمان، وأكيد سنواصل حوارنا عبر أثير ميديا. شكرا جزيلا على كل هذه الإضاءات. أيضا الشكر موصول للأستاذ ومستشار البرنامج أستاذ سعيد شكري، الخبير في القضايا البيئية والتنمية المستدامة. شكرا جزيلا لكم، وسنكمل باقي المحاور عبر أثير ميديا. أيضا مشاهدينا، شكرا جزيلا على كرم المتابعة، كامل الثناء لكم. ألقاكم بكامل المحبة يوم الاثنين هنا على قناة ميديا التلفزيون.